الطبق الاخير مش هياخد مني دقيقتين، حاجه كده يعني في السريع في البساطه في الحلاوه. صدر الفراخ متقطع قطع مكعبات، وعندي كمان لي حبه بروكلي هو الاساس كده يعني، وادي له كمان بصلايه بالمره عشان برضو البصل مع الفراخ بيبقى ليها نفس كويس، واديها سن التومه بسيطه جدا ما بقاش برضو فيها صعوبه. سايب عندي حله بتسخن كويس، نبدا نبص عليها. نديها عندنا سنه زيت الاول مع زبده، بسم الله، سنه زيت مع زبده ومع توم، طبق باستا بالبروكلي مع الفراخ. ادي فص التوم وادي الزبده، تعمل حته تسخن كويس كده اهو، زبده تقلع شويه مع الزبده والتوم، تحمر مش مشكله كده اهو، ممكن حبه فلفل ابيض وانا شغال اهو. حاجتك بتكون فيها نفس وهي لسه بتطبخ. دي بتتشوح الفراخ، انزل عليها البصله الصغيره جدا دي اهو، مفيش زفاره، مفيش ميه نزلت، مفيش مش عارف ايه، في زبده اتحرقت، مفيش تومات اتحرقت، الحاجات دي مهمه جدا نعملها. بروكلي يلا بينا ينزل تاخده برده، بروكلي مسلوق نص سلقه برده زي ما قلت لحضراتكم من شويه، قلب برده مع البصلايه تسويه لطيفه جدا. عايز ادعم الامور بقى وطعميها، ربع مكعب مرقه في النص هيعلي التست كويس قوي. نسرق نص معلقه دقيق مش باينه، باينه الكريمه لباني، حلو الكلام، وعليها كمان مغرفه واحده مرقه خضار، متشكرين كده اهو. خمس ثواني تربط الصوص يبقى تمام. عشان اكسر الصوص الحلو ده راح مديله عندي معلقه ريحان مطحون او فريش لو حبينا اهي كده اهو. اتفضل يا سيدي، انا كلامي كله واضح، اتفضل اهو. نديها عندنا سنه ملح بسيطه عشان احط جبنه في الاواخر. الصوص اول ما احس ان هو بدا يربط ابدا اقفل الصوص بتاعي، لو حبيت احط لها بهارات ماشي، ما حبيتش انا همشيها كده. سنه فلفل ابيض برده كده اهو. هديها عندي جبنه، صوص جبنه لطيف كده اهو. شوف الدلع عامل ازاي، مش محتاج مني حاجه غير بس ان انا ممكن اقفل الطبق على طول. هجيب عندي طبق الباستا بتاعي، هاخد البورشن اللي انا احط عليه كده مثلا، كمان حته طبعا الطبق اصغر من كده، ولكن نحب نكون واضحين ونشوف الكميه قد ايه. نجيب عندنا ترشونه كده لطيفه، وعشان ما نقلبش بسم الله كده اهو. شايف المنظر، ادي المكرونه بالفراخ مع صوص البروكلي. نطلع على طول يلا بينا. ثانيه واحده، بسم الله. شايف حاجه؟ اكيد مش شايف. طب كده شايف؟